لحظات فارقة غيرت مجرى حياة محمد عساف ووصل صوته إلى الملايين كما احتل قلوبهم. ذاك الشاب الفلسطيني الذي حمل طموح التحرر بموهبة حدها الحصار لسنوات. يا شعوب الدار لازم بالوجع تتوحدي، يا شعوب الدار لازم بالوجع تتوحدي. ومن الحفلات المتواضعة في غزة شق عساف طريقه سريعا إلى الشهرة والنجومية من أوسع أبوابها عبر مشاركته في برنامج أرب أيدول ذي شهرة العالمية الذي بثته قناة MBC بنسخته العربية، والذي أحدث ضجة واسعة على وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي. العمر ما يغلى يرخص إليك موتي، البصمة الوطنية كانت حاضرة في مشواره الفني، حيث كانت أغنية علي الكوفية التي حققت انتشارا محليا واسعا. علي الكوفية علي ولولح بيها، غني عتابة ومجانة وسامر فيها. علي الكوفية علي ولولح بيها، غني عتابة ومجانة وسامر فيها. بالسلك بحنية شفرة عتابة ودحية، بالسلك بحنية فرعت بود حيه. خلي البارود يهلل ويحليها، خلي البارود يهلل ويحليها. بصمة جعلت من محمد عساف محط اهتمام المسؤولين الفلسطينيين، حيث منحه الرئيس الفلسطيني محمود عباس لقب سفير فلسطين للنوايا الحسنة مع مزايا دبلوماسية، كما اختارته وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا ليكون أول سفير في تاريخها للشباب في غزة. فإن الأطفال مثلي يكبرون في بيئة مفعمة بالتحديات بشكل لا يصدق، والعديد من والدينا يعانون في سبيل العثور على وظيفة أو من أجل وضع الطعام على المائدة. القضية الفلسطينية التي تعززت مكانتها دبلوماسيا في الأمم المتحدة بحصول فلسطين على دولة مراقب غير عضو كانت حاضرة على الصعيد الفني أيضا، فحضر محمد عساف في قاعة الأمم المتحدة وغنى لفلسطين وللقدس. فلسطين يا أمي يا ساكنة دمي. محمد بردويل، العربية. بحضانك تضمي.